نعم، معنا أم أيمن. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. يا رب دايما. ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. أنا عندي والدي توفى بقاله بتاع 7 شهور. الله يرحمه ويدخله في فسيح الجنات يا رب. يا رب. حضرتك كل ورثه إخواتي الرجالة تحت إيدهم. يعني اخواتك الرجال اخو تحت ايدهم. يعني اخواتك الرجال ما وزعوش الميراث؟ لا، والبيت بتاعه بتاع العيله الكبير برضه مستغلينه، رغم ان هو مديهم ارض عامل لها بيوت باسمهم، كل واحد كاتب له باسمه عقد، ومع ذلك كانوا استغلوا البيت الكبير. البيت الكبير كمان ده، البيت الكبير ده مش مكتوب باسم حد منهم؟ لا، ده بتاع والدي. طيب ايه فين السؤال؟ السؤال حضرتك دلوقتي، هم انا خايفه اطالبهم بورثي، يعني العلاقات بتبقى وحشه، علاقاتنا تبقى وحشه مع بعض، فانا عايزاها علاقتنا كويسه ويدوني هم ورثي، فهم مستقلين. هو الاصل ان هم اللي بيعملوه ده حرام. وانا مش عارفه حضرتك، خايفه اكلمهم يعني يبقى علاقتنا وحشه مع بعض. خليني انا اكلمهم اهو، انا اكلمهم اهو. يا جماعه الخير، يا اخوات السيده العزيزه ام ايمن، يا اخوانا اتقوا الله في انفسكم. المال اللي عندكم ده واللي انتم مش موزعونه كتركه ده مال مغصوب. المال ده مال مغصوب، والمال المغصوب ده حرام، وعدم توزيعكم للمال وأخذكم ثمرة هذا المال ده أكل أموال الناس بالباطل، وده من الكبائر، وخاصة لو كان الأمر ده يتعلق بالنساء اللي هم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيهم. ولذلك اتقوا الله سبحانه وتعالى ووزعوا الميراث ده مش مالكم. يعني الأموال اللي بتجيلكم من هذا المال المجموع ده حرام، هذا مال سحت، فلازم توزعوا المال، لأن المال ما بقاش مالكم ولا بقى مال والدكم. يعني والدكم إذا كان أذلكم أن أنتوا تاخدوا من ريع هذا المال، خلاص ملك والدكم انتهى، والمال دوت انتقلت ملكيته للورثة على المشاع. فلو سمحتم على طول اعملوا إعلام مراسة ووزعوا المال واعملوا فرز وتجنيب عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم في أموالكم وفي أولادكم.